مباشرة إلى فقرة البيئة، دائما تكون مع المتألقة سهام بمزيان. سهام، صباح الخير مرة أخرى. صباح الخير مرة أخرى أكرم، أنت وكل مشاهدي شروق وأوفياء فقرة البيئة. إذا الكل ينتظر دائما فقرة البيئة، خاصة في الظروف اللي نمر بها من حرائق إلى غير ذلك. أكيد دائما مواضيع مهمة يعني تجيبيهم لنا اليوم. واش عندنا في فقرة احنا البيئة؟ دائما نسعى إكرام أن يكون دورنا من خلال هذه الفقرة يكون دورنا توعوي تحسيسي طبعا لرفع الحس البيئي لدى المواطنين. نتمنى أن تكون لأن يكون لهذه الفقرة صدى عند جميع أفراد دائما ما توفي وتكفي يعني سهام. شكرا إكرام. شكرا. البداية أكيد إكرام بالسؤال التفاعلي الذي طرحناه يوم أمس، والذي كان: هل أنت مع أو ضد إدراج مادة التربية البيئية في المناهج التربوية؟ وصلتنا عدة تعليقات وكان تفاعل كبير عبر صفحة فيسبوك شروق نيوز. معظمها أو أغلبها 90% من التعليقات ذهب إلى زاوية أنه هناك من قال أنها هي نفسها دراسة الوسط قديما لكن يجب أن تكون تطبيقية. أيضا تعليق آخر أصر على أنه يجب أن تكون تطبيقية ويكون عمل ميداني، مثلا غرس الأشجار، سقيها، وأيضا عملية التنظيف لكي يكبر أطفالنا على حب البيئة وعلى الحفاظ عليها. وأيضا تعليق آخر أصر على أنه إذا لم تكن هذه المادة تطبيقية فلا داعي منها في المناهج التربوية. وهناك تعليق آخر أيضا قال أنه إذا كانت غائبة في الواقع فلا داعي لهذه المادة. إذا مشاهدينا كانت هذه تعليقاتكم على السؤال التفاعلي الذي طرحناه أمس، في انتظار السؤال التفاعلي الذي سيكون في آخر الفقرة بحول الله. وبالعودة إلى موضوع اليوم الذي سيقودنا إلى الحديث عن الشباب ودوره في مواجهة التحديات البيئية، أسعد أو تنضم إلي عبر تقنية السكايب السيدة أسماء مزرعي، الكاتبة العامة لجمعية الشباب أصدقاء البيئة من ولاية تلمسان. أهلا بك سيدة أسماء. السلام عليكم، نشكركم على الإضافة. معكم الأخت أسماء، كاتب العام لجمعية شباب أصدقاء البيئة وناشط فعال فيهم. أهلا بك يا سيدة أسماء مرة أخرى. سيدة أسماء، بداية، ما هو عمر الجمعية أو كيف كانت الفكرة لالتقاء الشباب في ولاية تلمسان وأيضا اختيار النشاط في المجال البيئي عوضا على المجالات الأخرى؟ أولا الجمعية تاعنا تأسست سنة 2012. بدأنا كمجموعة شبانية كانت غيورة على المدينة تاعها. كنا نشارك في مجموعة من النشاطات مع جمعيات أخرى كانت ديجا قائمة في هذاك الوقت، وكشفنا شغل من ثم نلفتنا هذيك الفكرة وقلنا علاش في المدينة تاعنا ما يكونش عندنا حتى حنا أيضا جمعية نقوم واش هذا ما قلت لكم في سنة 2000 بدينا ننشطوا نشاطات حتى 2015 ديسمبر 2015 وين تحصلنا على الاعتماد تاعنا. دونك هذه هي باختصار صديق النشأة فوق كانت النشأة تاع الجمعية تاعنا. هل قبل الاعتماد نشطتم بدون اعتماد لمدة 4 سنوات أو 3 سنوات وبعدها كنا نشاطكم معتمد من قبل الدولة؟ كيف هي التسهيلات الإدارية قبل حصولكم على الاعتماد؟ هل كان عملكم سهلا أم صعبا في الميدان؟ هي احنا يا عملنا كما قلت لك عملنا في الميدان باش نغيروا، وشغل كانت عندنا الرغبه قويه. دونك باش نقول لك ما كاش عراقيل، كان كاين بزاف تاع العراقيل قبل وبعد الاعتماد. هذه شغل حاجه اللي انا نشهد بها ويشهدوا بها جميع الجمعيات. صح كما نقولوا خصك كي تكون عندك هدف وتكون باغي توصل لهذاك الهدف خصك تبذل مجهود، يكون كيشما كان الحال خصك توصل لهذاك الهدف تاعك. دونك حاولنا وتاقلمنا، دونك خدمنا بدون اعتماد. العمل بدون اعتماد اصعب من العمل بالاعتماد، هذه حاجه ناكدها لكم. دونك عملنا لمده حوالي كما قلت لكم من جوان ولا ماي 2012 حتى ديسمبر 2015 وحنا بدون اعتماد، بحمل تاع احياء، حملات تنظيف تاع المساجد، ايام للمطالع، مجموعه من التظاهرات اللي كنا نقوم بها. فقط كما نقولوا كنا نحاولوا بها اننا نوصلوا للهدف تاعنا، وكنا في نفس الوقت نسعى واننا يكون عندنا فعاليه اكثر، وعلى بها حطينا الاعتماد تاعنا. دونك هذه هي. الى اي مدى نقصت العراقيل اذا صح القول بعد الاعتماد، بعد حصولكم على الاعتماد؟ ما هي التسهيلات التي قدمت لكم من قبل السلطات المحليه او الولائيه بعد حصولكم على الاعتماد؟ وهل هناك دعم مادي خاصه للجمعيه؟ هي كي تحصلنا على الاعتماد دونك ولات حاجه رسميه،
ولينا عندنا الحق، نعرفوا الحقوق تاعنا كما قلت لك. بالرغم من هذوك العراقيل كنا نعرفوا انه عندنا حق، كي نطلبوا مثلا قاعه باش نجتمعوا فيها ولا باش نديروا فيها نشاط معين، ولا رانا عارفين بلي عندنا الحق في هذيك القاعه مثلا. دونك كنا ناكدوا ونانسيستي، ما في الاول ما مثلا كنا كي نحطوا الاعتماد ماشي تم نحصلوا على الاجابه ولا الموافقه ولا. دونك بقينا غير بشويه بشويه نسيو اسيو المره الاولى ما كانش، نعاود نحاول المحاوله الثانيه الى اخره. هل وايضا الحاجه اللي ساعدتنا ثاني كانوا العلاقات، شغل كنا بالوقت وبالنشاط تاعنا في الميدان المصداقي والمصداقيه تاعنا عرفونا المجموعه من كاين مسؤولين، كاين ناس تعمل كما نقولوا اديستونس، هما اللي كانوا يعاونونا اكثر من الجانب الرسمي بكل صراحه. وفيما يخص الدعم المادي، او الدعم المادي احنا كجمعيه بيئيه لم نتحصل على اي دعم مادي من طرف السلطات المحليه باستثناء دونك استثني دعم صغير كنا تحصلنا عليه لسنتين من طرف مديريه الشباب والرياضه. دونك هادو هما كاع الدعم اللي تحصلنا عليه الى يومنا هذا. إذن من أين تقومون بجمع الأموال للقيام بنشاطاتكم كجمعية؟ دونك الاموال اللي رانا نقوم بها، دونك في الاول كنا نبداو كي كنا صغار والنشاطات تاعنا كانت صغيره، كنا نبداو بلا كوتيزاسيون، كنا نكوتيزيو فيما بيننا. كاين ناس كانوا يعاونونا حتى هما كانوا شغل ما يشاركوش معنا في الميدان بصح يساعدوا بالاموال تاعهم. ومن بعد انتهجنا طريقه اخرى هي طريقه المشاريع. دونك هذه طريقه المشاريع كنا نحاولوا نكتبوا مشاريع ونتحصلوا بها على دعم من طرف سلطات، كان من طرف هيئات بليتو كانت هي اللي تعرض علينا هذه المساعدة. دونك وايضا توجور ساعدوا الله يعطيهم الصحة سنين، ايضا اي حاجة نبغيو توجور يعاونونا توجور يوقفوا معنا. وثاني كانوا عندنا كشغل واحد لي زوتي كنا نحاولوا نخدموا بهم، مثلا لي سبونسورينغ وهذه، جونغ كنا اشاك فوا نبغيو نوصلوا لحاجة ولا نحاولوا نتقربوا من اي واحد اللي يهمه الامر، وهما كانوا يساعدونا. ما هي أولويات وأهداف الجمعية التي أسست من أجل هذه الجمعية؟ طبعا جمعيتنا هي جمعية ذات طابع بيئي، دونك الأولوية تاعنا الأولى رقم واحد هي البيئة. كيفاش باش نوصلوا نحققوا هاد الاهداف تاعنا؟ دونك اضطررنا ولا ماشي اضطررنا صديق، احتاجينا اننا نوسعوا مجال العمل تاعنا. دونك دخلنا واعتمدنا على مجالات اخرى، الجانب الاجتماعي، الجانب التعليمي، الجانب الانساني ايضا. دونك باش نحاولوا اننا نتقربوا للمجتمع اللي احنا عايشين فيه ونقدروا نوصلوا الرساله تاعنا بطريقه انجع. دونك من بين الاهداف كما قلت لكم الاهداف تاعنا اننا، ولا الهدف الرئيسي هو العمل على نشر فكره العمل التطوعي دونك في المجتمع تاعنا. كما كاع نعرفوا باللي بلا عمل تطوعي ما نقدروش نوصلوا للحاجه اللي انا باغينها. وايضا نشر فكره العمل، ثقافه والوعي للثقافه والوعي البيئي. ايضا هدف اخر هو الاستثمار في جيل الغد، وهذا شغل هذا هدف رئيسي ناكد عليه، وبالك غادي نعاود ناكد عليه مرات عديده في المداخلات تاعي، اننا نستثمر في جيل الغد. باسكو شغل تخدم دروك ولا شغل نشاط ولا مشروع ولا اي حاجه، لو كان ما تستثمرش في جيل اللي غادي يطلع في المستقبل واللي هو غادي يرفد المشعل وغادي يرفد الرايه، دونك شغل ما درت والو. هذه هي دونك هذا الهدف الثاني. عندنا ايضا هدف اخر هو اننا نحاول دائما نشخصوا ونساهموا في ايجاد الحلول للمشاكل الميدانيه في المجال البيئي. وكما قلت لكم ايضا نزيدوا نوسعوا النطاق تاعنا اكثر في المجال الثقافي والاجتماعي، توجور اللي عندها علاقه بالمجال البيئي. هذه هي. الى اي مدى من خلال نشاطكم على مدار 8 سنوات، الى اي مدى قدرتوا، كنت قلتي أن أهدافكم هو رفع الحس البيئي، نشر الثقافة البيئية، وأيضا إلى أي مدى قدرتوا تحققوا هذا الهدف؟ دونك انا باش نقول لك بلي قدرنا نحقه ولا ما قدرناش، احنا العمل تاعنا شو كيما قلت لك كي بدينا المشوار تاعنا بديناه نخدموا نشاطات شغل ان ايفينمون تاع لا جورني. دونك كنا نديرو كيما كاع الجمعيات نديرو مثلا نشاط تاع تنظيف، نشاط تاع ان غوبوازمون، كنا نديرو ان اميناجمون تاع ان بوتيت اسباس ولا. صح من بعد شفنا باللي خصنا نفوتو لحاجه واحده اخرى، حاجه اللي يكون عندها شغل لامباكت يكون كبير باش نقدروا نيتوديوه. دونك شدرنا درنا انتهجنا الطريقه الثانيه اللي هي طريقه المشاريع.
دونك في طريقة المشاريع بها ولينا نقدروا اننا نقيسوا شويه الامباكت تاعنا في الصوالح اللي كنا دايرينهم في هذاك المشروع. نذكر لكم على سبيل المثال المشروع الرئيسي اللي رانا نخدموا عليه مده من منذ سنوات منذ سنه 2016 هو مشروع المدرسه النموذجيه. دونك هذا مشروع المدرسه النموذجيه حاولنا ونحاولوا توجور من خلاله اننا نغرسوا مبادئ الثقافه البيئيه في الاطفال. دونك هذا المشروع كما قلت لكم بديناه من 2016 الى يومنا هذا، درناه في 3 تاع المدارس الى حد الان، ورانا توجور نحاولوا اننا نزيدوا فيه باش نشكلوا شغل واحد النخبه صغيره دي ليدر دي فيوتشر ليدر في لو دومين انفيرونمونتال باش من بعد هما اللي غادي يردوا لنا المشعل. دونك الا مانيش عارفه لا عندي الفن نقدر نتكلم اكثر على هذا المشروع. أكيد للقيام بمدرسة نموذجية أكيد يجب التنسيق مع مديرية التربية على مستوى ولاية نمسان. نعم. كيف كان التنسيق مع هذه المصلحة وأيضا هل قدمت لكم تسهيلات؟ مع مديرية البيئة احنا طبعا افون لاكسي دو شاك ايكول اي ايكول كنا نحطوا اون دوموند في مديرية البيئة بلوتو في مديرية التربية دون الموافقة. دونك سا ديبون كلنا كل عام نعاودو نجدو. مثلا في السنوات الأولى السنة الأولى كان فاسيلمون كنا تحصلنا على الاعتماد، من بعد افيك لو طون شغل ولات بلو كيش نقولك بلو ديفيسيل. كنا مثلا كي نتلاقاو بفترة الانتخابات عندنا مدة زمنية ننتظرو في كبيرة ننتظرو فيها الإجابة وما كانوش يعطيوها لنا، حتى كنا في بعض الاحيان اننا نلجا لان تيرس بيرسون اللي يدخلوا لنا ويقد يجيبوا لنا هذاك لوتوريزاسيون هذيك. دونك تسهيلات ما نقدرش نقول لك ما كايناش ولا زعما الرفض ولا، ولكن كاين شويه صعوبات كنا نوصلوا ديفيسيلمون اننا نحققوا هذيك نجيبوا هذاك هذيك لوتوريزاسيون تاعنا. ما بدا تجاوب الأطفال من خلال المدرسة النموذجية مع هذه المبادرة؟ كيف كان الإقبال على هذه المبادرة؟ وكيف تعامل التلاميذ مع هذه المبادرة؟ الأطفال جو سوغي، هذه هي الحاجة لا بلو بوزيتيف لي شغل قد فريمون كي تشوف لا رياكسيون تاع لونفون كي يجي يدخل لهذاك النادي ديجا يعرف هذوك النشاطات تاع كي يخرج من المدرسه يخرج يجري، كي يخرج من النادي توجور يخرجوا يعاودوا يوليو يعنقونا يسلموا علينا يقولوا لنا فوق توليو فوق نعاود نخدموا. توجور هذيك لا بوزيتيفيتي واحد النشاط يخلق عندهم كي تسقسيهم شغل لاحظنا فريمون لاحظنا تغيير كبير. انا نحكي لكم هذه خفيف. دونك واحد المره كنا نسجلوا واحد ان بوتيت انغوجيسترمون في لا جورني دو لافيرونمون برا، دونك مشاو لي زيليمون تاعنا بلا ما يعرفوا ما كانوش مشاركين في مشروع المدرسه النموذجيه، مشاو داروا ان بوتيت انغوجيسترمون مع لي زونفون. دونك تلاقاو مجموعه من الاطفال بقاو يطرحوا عليهم اسئله. هذوك الاطفال اللي طرحوا عليهم الاسئله كاين اطفال اللي كانوا حشمانين ما قدوش يجاوبوا، هذه كاين زوج تاع الاطفال شغل ايلدون ماركي هذاك لونغوجيسترمون. هذوك لي زونفون جونغ جاو ديراكتومون هضروا فاسيلمون بكل طلاقه وشغل كان عندهم واحد الكلام شباب وموزون. وهذه كي شفنا هذوك الاطفال شكون انا كي شفت لونجيسترمون باسكو كنت مسؤوله على هذا المشروع كي شفت هذاك لونجيسترمون تعرفت عليهم. اي بان هذوك لي دو زونفون كان كاين واحد من المدرسه النموذجيه تاع سنه 2016 والثاني تاع سنه 2017. دونك سيتي فريمون اون فيغتي. دونك حسينا بلي كان عندنا اثر كان عندنا فريمون كان عندنا واحد ليفيكاسيتي مع هذوك لي زونفون اللي خدمنا معاهم. دونك الحمد لله وهذا هو الأثر الذي نتمنى أن يتركه المجتمع المدني والجمعيات على وجه الخصوص في أطفالنا في المجال البيئي. هناك أكيد جمعيات بيئية تنشط على مستوى ولاية لمسان، هل هناك تنسيق بينكم وبين الجمعيات للقيام بمبادرات لتنشيط حملات تحسيسية؟ طبعا هي كيش نقول لك جمعية يد وحدة ما تصفك كما نقولوا بالعامية. دونك حنايا كجمعية خدمنا اشاك فوا ديجا كما قلت لكم الفكره تاع الجمعيه جاءت من جمعيات اخرى اللي نردوا لهم الاعتبار تاعهم في هذا من خلال هذه المكالمه. وايضا جونغ اشاك فوا نحتاجو كنا نخدمو بالتنسيق، هما يحتاجونا نكونوا حاضرين حنا نحتاجوهم يكونوا حاضرين. دونك من بين الجمعيات اللي نذكرهم كاين جمعيه لاسبيوي تاع تلمسان، كاين جمعيه الاستثمار الفكري والعطاء الانساني، كاين الرابطه الولائيه للبيئه، جونغ كاين بزاف جمعيات اللي خدمنا معاهم وصديق الحمد لله قدرنا نوصلوا الرساله تاعنا من خلال هذيك التشارك وهذيك العمل الموحد.
ما هي أهم المبادرات اللي قمتم بها من خلال عملكم على مدار 8 سنوات؟ دونك اهم المبادرات كما تكلمت دونك كنا في الاول كاع في البدايه كنا نخدموا نشاطات تاع لي جورني، كنا خدمنا مثلا حملات لتنظيف الاحياء اللي قمنا بتنظيف مجموعه الاحياء من 2012 الى يومنا هذا. نقوم بحملات تنظيف تاع المساجد، حملات تشجير، قمنا بثلاثه اربع حملات للتشجير. ايضا قمنا بحملات بلوتو دي جورني دو ليكتور، دي كونفيرونس كنا نقوم نديرهم لو بوبليك اوفر او غران بوبليك. ايضا كنا نشاركوا في تظاهرات وطنيه ولائيه ووطنيه. والحاجه اللي مرينا لها المرحله الثانيه اللي رانا ننتهجوها حاليا هي مرحله المشاريع. دونك حاليا رحنا نخدموا على 3 مشاريع متنوعه، كل واحد عنده اهداف معينه. دونك مشروع المدرسه النموذجيه اللي تكلمت عليه اللي يعمل مع الجيل الصاعد. المشروع الثاني هو مشروع حومتي منوره. هذا حومتي منوره شغل مشروع مازال ما بديناش فيه، رانا عاد في التحضيرات باش نبداو هذا المشروع. دونك من خلال هذا المشروع نهدف الى غرسوا المبادئ والوعي والمحافظة على البيئة في مدينة الرب، يكون لو تري سيليكتيف، غادي يكون تزيين من جمالية الأحياء. لا، وأيضا المشروع الثالث جمعية هو مشروع عذرا بالنسبة للمشروع سيدة أسماء، بالنسبة للمشروع زين حومتي أو اللي ذكرتيه قبل قليل، هل هو سيعم كل بلديات الولاية؟ شو احنا في البداية الهدف تاعنا الأول أننا غادي نديرو في 3 كارت بلوتو، غادي نديرو في بلدية الرمشي. دونك في هذه بلدية الرمشي تاعنا اللي نقومو فيها ننشطوا فيها، غادي نبديو ونديروا هذا المشروع. يكون غادي يكون في الاخير نهايته عباره عن مسابقه، هذه المسابقه بها غادي نشوفوا شكون هو اجمل حي، وغادي يكون كاين فيها دي كادو دي بري بور انكوراجي. دونك منه نعاود نقلعوا صديق المرحله الثانيه تاع المشروع اننا نعموا نوسعوا للبلديات المجاوره لبلديه الرمشي. دونك نطلعوا بايتاب بايتاب، ما غاديش نقول لك في اللي في الاول غادي نعموه على كاع البلديات، نكذب عليك كي نقول لك كيما هكا باسكو ما راش عندنا رؤيه كبيره على هاد، ما راناش عارفين اسكو غادي يكون ناجح ما يكونش ناجح. كي هما العراق اللي غادي نتلقاهم صافي غادي نديروا اون ايتاب بيلوت. دونك من بعد غادي نمر المرحله الثانيه اننا نوسعوا النطاق تاعنا، والمرحله الثالثه طبعا ماذا بينا نوسعوا في جميع الاحياء تاع الولايه. أكيد نتمنى أن تنجح هذه المبادرة. وقمتم مؤخرا أيضا بالمشاركة في الحملة الوطنية لنظافة المدن ومحاربة الفيضانات، كيف كانت مساهمتكم في هذه الحملة وفي هذه المبادرة؟ احنا طبعا اشاك فوا اون ريبون بريزون لهذو الحملات. علاش؟ باسكو توجور نقولوا باللي التنظيف وحده ما يكفيش، غير تنظف حي عاود الاسبوع المقبل تعاود تصيبه اكثر من اللي كان. دونك الحاجه اللي كنا نسييو اننا نشاركوا بها هي التحسيس والتوعيه. دونك شنو كنا نديرو في هاد الحملات؟ كنا اشاك فوا يمشيو دي زيليمون بور لو نيتواياج، مي دوطخ زيليمون يكون عندهم الهدف تاعهم انهم يقوموا بتحسيس وتوعيه المواطنين، يتكلموا لهم على يشوفوا اولا يديروا جلسه نبض معاهم، يشوفوا شنو هو المشكل اللي راه عندهم، علاش راهم يرميو هنا القمامات وهذه. وطبعا زعما وصلنا نيشان للمشاكل اللي تكلموا لنا، حقيقه تكلموا لنا المواطنين على المشاكل اللي راهم يعانيوا منها، ورانا نحاولوا اننا بالمشاركه بصدق المساهمه تاع السلطات اننا نوصلوا لحلول انجع. على مدار 8 سنوات وانتم تنشطون في المجال البيئي وبحكم قربكم واحتكاككم الدائم بالمواطن، كيف هو الحس البيئي لدى الفرد في ولايه الامسان؟ الحس البيئي هو كي تسقسي اي واحد على البيئه ولا صح، بون كاين فئات في المجتمع رانا حاجه هذه رانا عارفينها، كل واحد كيفاش عنده النظره تاعه. كاين اللي يشوف البيئه لا بوبال، كاين اللي يشوف البيئه لو ريشوفمون كليماتيك و لي زينيرجي رينوفلابل الاخر، كل واحد عنده النظره تاعه على حسب المجتمع اللي نشا فيه. طبعا حنا بصفه عامه المنظور تاع المجتمع تاعنا للبيئه توجور يقول لك باللي الحاجه الاولى كي تسقسيه ولا كي تهضر له ولا كي تبدا تخوض له
يقول لك يوا احنا يا رانا حاصلين غير في الابو بلسانا، دونك هذه هي الحاجه الرد اللي يجاوبوك عليه. ما نقولكش باللي الناس مستهترة 100%، كاين فئة من فئات المجتمع اللي يسون سوسيو وباغيين التغيير في هذا المجال وباغيين انهم يتغلبوا على المشاكل البيئية اللي راها عفوا اللي راها كاينة، صح. الأغلبية يقول لك مهم يحطولش الوسخة عند الدار. سيدة أسماء شكرا لك، نتمنى أن تحقق الجمعية أهدافها على المدى القريب وعلى المدى البعيد التي استطرتموها عند تأسيسها. شكرا لك، سعدت جدا بانضمامك إلي اليوم. شكرا سيدة أسماء. العفو، نشكركم على الإضافة ونتمنى أنه نكون عندنا شغل رسالة. أنا الآن عندي رسالة أنني نوجهها لكاع الشباب سواء في ولايتنا ولا في مدينتنا، ولا أنه خصنا نقوم بالعمل التطوعي من أجل التغيير. توجور تكون عندنا فكرة أننا نمدو بدون أننا ننتظر مقابل مادي ولا حاجة أخرى، وأيضا نهتم أيضا بالبيئة تاعنا. شغل بيئتي محيطي هو كل شيء. شكرا سيدة أسماء، هذه هي. يعطيكم الصحة شكرا وبالتوفيق، وإلى مرة أخرى إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء. السلام عليكم. شكرا. إذا إكرام، بتكملة لفقرة البيئة أكيد عندنا فقرة السوشيال ميديا، وقد لفتتني مبادرة جميلة أطلقتها جمعية الدراجة الخضراء، وهي مبادرة رياضي نظيف في بيئة في منشأة رياضية نظيفة. هذه المبادرة لقيت صدى واسعا على مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، والكل شارك، كل معظم الأندية الرياضية في مختلف المجالات شاركت في هذه المبادرة ووضعت صورا على صفحة الفيسبوك التي نرى بعضها الآن. باعتبار الرياضيين هما الفئة الأكثر تأثيرا إن صح القول في الجزائر، نتمنى أن يكون هذا التأثير إيجابي، ونتمنى من كل الرياضيين في مختلف المجالات أن يشاركوا في هذه المبادرة. هناك عدة تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منها من قال لنا نعم هي النظافة هي فكرة توعوية يتحمل مسؤوليتها الجميع، وعلى المؤثرين أن يكونوا قدوة حسنة للناس، ونتمنى أن يكون الرياضي في الجزائر أحسن قدوة للناس في المجال البيئي. أيضا هناك من قال أنها مبادرة رائعة وأنا معني بذلك وكلنا معنيون بهذه المبادرة. وهناك من قال أن حب الوطن ليس شعار فقط، بل كلنا معنيون ورياضيون، والرياضيون لهم مسؤولية أكبر لأنهم يؤثرون بالطبع. وهناك من بارك أيضا هذه المبادرة، وهناك من قال أنها مبادرة تستحق التشجيع والاستثمار فيها بالتأكيد، ويجب الاستثمار في أي مبادرة في المجال البيئي للحفاظ على البيئة وللرفع من الحس البيئي. كما أقول دائما، سؤال ختام الفقرة إكرام أكيد سيكون بسؤال التفاعلي الذي ستجدونه عبر صفحة فيسبوك شروق نيوز، والذي يقول ما هي السلوكات الشائعة في المجتمع الجزائري الأكثر في رأيكم، ما هي السلوكات الشائعة في المجتمع الجزائري الأكثر ضررا بالبيئة؟ أقول ستجدون أكيد هذا السؤال، وننتظر تفاعلكم معه عبر صفحة فيسبوك شروق نيوز. نتمنى أن نكون مفيدين دائما من خلال الفقرة البيئية، ونتمنى أن نساهم في رفع الحس البيئي لدى المواطن الجزائري ولدى كل فرد في كل رقعة من الجزائر الحبيبة. إذا إلى هنا نأتي إلى ختام فقرة البيئة، وعودة إلى إكرام وفقرات الشروق. شكرا مولد. لك يا سهام. إذا ننتظر تفاعل على السؤال أكيد. هذا يوم الخميس إن شاء الله أكيد. بحضورك، وفقرة البيئة حتكون أو حتعودوا وتلقوها يوم الخميس دائما في برنامج الشروق مورنينج. إذا